الأولويات الأولويات. ما نجموش اليوم يعني نتكلموا على فلاحة وفلاحة عصرية وفلاحة إنتاج وفلاحة قوية بدون الماء المسالك والكهرباء. هذا وكل التعليمات اللي تمدد في النطاق هذا من سيد رئيس الجمهورية هذه هي التعليمات. أولا وقبل كل شيء قبل ما نشوفوا الحوايج الكبار، أولا وقبل كل شيء هذه المشاريع هذو اللي تخص الميادين هذه ما نتبطلوش فيها ونعطوا لها كل الأولوية.